منتدى الإعلام الحر هو أول التظاهرات التي انطلقت تحذيراً للمنتدى الاجتماعي العالمي. ندوات وورشات عديدة تضمنها شملت الإعلام السمعي وتكنولوجيات الإعلام وغيرها. حركة التعبير في مرمى الرصاص كانت من بين الندوات التي عقدت على هامش هذا المنتدى. لقاء تلقائي لتكريم الصحفيين العرب الذين سقطوا أثناء الثورات العربية أو هم ما زالوا يتعرضون للقمع والانتهاكات داخل هذه البلدان العربية. عدد الضحايا من الصحفيين في البلدان العربية ارتفعت في الفترة الأخيرة حسب المنظمة الحقوقية، لتتصدر سوريا المراتب الأولى عالميا من حيث استهداف الصحفيين. حتى الآن أحصينا في رابطة الصحفيين السوريين أكثر من 140 ضحية لنقل الحقيقة في سوريا، رغم أنه هذا الرقم هو أقل لأنه يعتمد على الصحفيين المحترفين. هناك أكثر من 25 صحفي أجنبي تم قتلهم في سوريا. أما ليبيا فوضع الإعلام فيها يختلف، حيث يعيش بعد الثورة فوضى عارمة حسب البعض أفقدته معاييره المهنية. بتنا نرى إعلاما لا يمكن أن يكون يعني صادر عن 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 ناس أو مجموعات تعي المعايير. أنا أعتقد أن حالة الجهل كبيرة بالمعايير. هم شباب جدد، وحتى ملاك القنوات هم رجال أعمال أو شخصيات سياسية ليست لها علاقة مسبقة بالإعلام، وبالتالي رأينا أكثر من 20 قناة فضائية في ليبيا، عدد كبير من الصحف، أكثر من 50 إذاعة محلية، ولكن هذا المشهد تختلط فيه المهنة بالسياسة بالانحيازات. ومثلما أن الصحفي مطالب باحترام أخلاقية مهنته وأداء واجبه، تظل مسألة حمايته ضرورة لا يجب غض الطرف عنها. على الرغم مما حازه الإعلام التونسي والعربي من حرية في بلدان الربيع العربي، ما زال الصحفيون إلى اليوم يبحثون عن الانعتاق من تضييقات باتت تهدد حياتهم، خاصة في بلد مثل سوريا، وكل ذلك في سبيل الكلمة الحرة. إنس بوسعيدي، قناة المتوسط، تونس.